هو يوم لطيف اعتقد تيدكس ده بيبقى دايما يوم ملتقى ناس كتير بتفكر بنفس الطريقه وبتفكر انها ترتقي بدور المراه في العالم العربي. النهارده كل المشاركات اللي عندهم كلمه يعني كلهم ستات متميزات جدا، وانا ده شرف ليا ان انا اكون موجوده وسطيهم النهارده. النهارده تتكلمي عن مامتك ليه بالتحديد؟ لانه النهارده عيد ميلادها، فلقيت انه بالصدفه كان اليوم قالوا لي ده يوم 30 مايو، قلت الله ده عيد ميلاد ماما، طيب ازاي اعرف ارد لها جميل تربيه مش عارفه كام سنه ان انا الكلمه بتاعتي تبقى عنها.